السلام عليكم أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم في القراءة بعنوان رحلة الماء. لنستمع للنص. وأنت في بيتك تفتح الصنبور فينزل منه الماء صافيا عذبا، تشربه فيطفئ ظمأك أو تغتسل به فينعشك. فهل تساءلت يوما عن الرحلة الطويلة المتعبة التي يقطعها الماء قبل أن يصل إليك؟ تسلط الشمس أشعتها الحارة على مياه البحر والمحيطات فتتحول إلى بخار خال من الملح يصعد إلى السماء. هناك يتكاثف مكونا سحبا تتحرك في الفضاء الفسيح كما تشاء الرياح. إذا حلقت السحب في أجواء باردة تحولت إلى ماء يتساقط مطرا، وإذا حلقت في أجواء باردة جدا تحولت إلى ثلج ينزل على قمم الجبال. وأحيانا تتجمع قطرات المطر بفعل البرودة فتتحول إلى برد. الماء المتساقط على الأرض مطرا أو ثلجا أو بردا يأخذ وجهات عديدة، منه ما يلج باطن الأرض فلا يغادره إلا إذا وجد بئرا يتعلق بدلوه أو عينا ينبع منها. والثلج المتجمع في الجبال يبدأ في الذوبان فينزل جداول وروافد تغذي الأنهار والبحيرات. تجري مياه الأنهار إلى أن تصب في المحيطات والبحار لتبدأ رحلة جديدة. وقد تجد في طريقها سدودا تقام على الأنهار، هناك تتجمع بكميات ضخمة ثم تنطلق عبر قنوات لسقي الأراضي الفلاحية أو قنوات توصل المياه إلى محطات المعالجة. في محطات التصفية يصفى الماء ويعقم ويصير صالحا للشرب والاستعمال، بعدئذ يأخذ طريقه إلى البيوت والمصانع وغيرها. فما أطول رحلة الماء وما أسعدنا به، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.